أول وصفة مع الأرتيشو؟ الوصفة الأولي هي اليوم عم نحكي على سلاد، هيدي سلطة بدنا نشتغلها بالأرتيشوكة المجلدة أو يلي سلقناها، من بعد ما سلقناها بدنا نحشيها بالبيض والماسكربون الكريم فريش، بهار أبيض بهار أسود، بدنا نمزج كل الخليط سوا، بدنا نحمي الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق، بدنا ندخلهم بقلب الفرن لمدة 15 دقيقة. هيدي وصفتنا الأولى من الوصفات الطيبة، وهون بدنا نقول إنه فينا نضيف، هون فينا نضيف التفاح أو الانجاز يلي كمان بيعطي نكهة طيبة، مثل ما فينا نضيف كمان البصل الكابر وكثير يعني، بس هيدي من الوصفات الطيبه. هون طلعنا شوي من السلطه العاديه. وصفتنا الثانيه اللي هي كمان وصفه سهله كثير، فارين. انا بحب الفارين لانه حيلا عزيمه غدا عشاء، حلو الواحد بياخذ هيك. بعدين فارين اوريجينال، اليوم عم نحكي على الشمندر يلي بدنا نسلقه، يلي بدنا نطحنه، وبدنا نضيف له اللوز المحمص او البندق المحمص المطحون، وبدنا نرجع نضيف هون جبنه الريكوتا او الفيلادلفيا، او كمان فينا نستخدم الماسكربون. بدنا نمزج كل المقادير سوا، بدنا نعبيهم بقلب فارين، وبهالوقت بنكون جبنا روكا او حيلا نوع من الخضار، ضفنا لهم شوي ويل دونوازيت او دونوا الزيت اللي بيعطي نكهه، بدنا نمزجهم سوا، بدنا نعبي نص الفارين بالشمندر ونص الثاني بالخضار. واو. ومنقدمهم كمان، هذه وصفة طيبة كتير. دلال خبرينا إمتى رح تبلشي كرات الطبخ؟ كرات الطبخ حيكونوا إن الله راد بأول أكتوبر، تنين وثلاثة. دوماج لكل ست بيت بتشتغل، لأنه كتير بيجيني اتصالات هي ما في بعد الظهر. من أي ساعة لأي ساعة؟ منبلش الساعة 10 ومنتهي الصف 12:30 وحدة، وبعدين نتغدى كلنا سوا. وهن النسوان بيجوا أو تنين أو ثلاثة، يعني مش مرتين بالأسبوع، مرة لأنه أربعة وجمعة هون بالأم تي في، من التنين للجمعة كمان راديو. هلأ هلا اول شيء خلينا نبلش شوي بال كيف نسلق الأرتيشوكة؟ في كثير ناس، كل واحد يعني كل شخص عنده طريقته. صح. طريقة الدلال كيف؟ طريقة الدلال انه بطنجرة على نار بدنا نحط مي، اول ما تغلي المي بدنا نعصر حامضة رشة من الملح، وبدنا نضيف الأرتيشوكة. كثير بننسأل قد ايه بده الأرتيشوكة تينطبخ. تينطبخ. هلا هون بدنا نقول انه كل حجم بيختلف، يعني اذا الأرتيشوكة كثير كبار بدهم ربع ساعة، اذا اصغر بدهم 10 دقائق. هون بطنجرة ضغط ولا فينا انا بطنجره عادية يعني ما بدها ضغط ابدا. هون كثير مهم انه تما يغير لون الأرتيشوكه، كثير مهم انه ببول على جنب بنكون وضعنا مي مسقعه مع الثلج، بنشيل الأرتيشوكه بنصفيهم ودغري بنوضعهم بالمي مسقعه مع الثلج، مثل ما بنشتغل بالبروكولي يلي ما بيتغير لونه، هيك بنأكد انه اللون ما بيغير. بس هلا اليوم انا خليت اللون يتغير شوي ستيفاني، ليه؟ لانه بده يفوته على الفرن. اوكي، يعني بس انه ايه ما حطيتيهم بمي مسقعه، يمكن بس سلقتيهم هون ووضعناهم على جنب. تريبيا. هلا هيدا بيض ناي، هيدا لانه رح ينطبخ، بس صفار بيض. اليوم عم نحكي على ثلاثة صفار بيض، ضفنا لهم بهار الابيض بهار الاسود رشه من الملح. رح ناخذ سوا وقفه كثير قصيره ونرجع لكم بنتابع واتس كوكينج. لكينا رح نبلش حرك صفار. ثلاثة صفار بيض عم نحركهم، ضفنالهم البهارات بهار اسود بهار ابيض ورشه من الملح. هلا بدنا نضيف الكريم فريش، كريمه طازه. فوالا، نحن عم نحرك هون، بدنا نرجع نضيف تكمش، نرجع نضيف الجبنه. هون بنذكر عم نشوف المقادير. اوكي، جبنة الماسكربون. الماسكربون فينا كمان نستبدل الماسكربون فيلادلفيا. نرجع نزيد الجبنة، نرجع نزيد شوي كريم فريش. هيدي وصفة كتير طيبة.
فينا نجيب الشامبينيون كمان، فينا نجيب فطر طازه كمان نفرغهم ونشتغلهم. ايه بس كبار لازم يكونوا، لازم يكونوا كبار اكيد. نرجع نزيد الجبنه. بدنا ننسى، ما بدنا ننسى انه نوضع البهارات كمان بدها تعطي نكهه طيبه. اكيد هون اللي ما بحب يستخدم جبنه الماسكربون بيستبدل بالموزاريلا او فينا فينا جبنه الشيف. فوالا بدنا ناكد انه تماسكوا. وهون بصينيه وضعنا سبراي من الزبده او الزيت. اوكي وهون كمان بدنا نقول ستيفاني اذا بدنا نطلع انه كثير مهم كمان انه نقدر نوقفها، يعني فينا نقصها كمان بالسكين. فوالا هلا بدنا نبلش نعبي، حمينا الفرن. بدك ساعديك؟ لا عمالي انا بحب اشتغل بالمطبخ. يلا وحده الي وحده يلا ايها عمالي. نحن عم صابين لدينا فينا نضيف الكرامبري. اي هلا كنت عم تحكي عن التفاح او الانجاص. بنزيدهم بالعليون هن قنيين، يعني اليوم عم نحكي على انجاصه اذا عبالنا او تفاحه بدنا نقشرها بدنا نفرمها كثير صغير وبدنا نضيفها مكعبات صغيره. مكعبات صغيره على بتعطي طعمه طيبه. هيدي وصفة طيبة. ايه طيبة كثير مع الانجاز كثير هينة دلال. بدنا نرجع نذكر شو حطينا اليوم. حطينا صفار بيض ثلاثة صفار بيض، رجعنا ضفنا 200 ملي او كوب صغير كباية من الكريم فريش، رجعنا ضفنا 250 جرام من جبنة الماسكربون اللي بنلاقيها بحي السوبر ماركت، ما بدنا ننسى بهار الابيض بهار الاسود رشة من الملح، كل هيدا المزيج خلطناه منيح على البارد. عبينا الارديشوكي يلي سلقناهم، ليه سلقناهم ستيفاني؟ لانه الارديشوكي لو مجلدين بضلهم قاسيين، يعني تنأكد. حمينا الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق، وبدنا ندخل وصفتنا بقلب الفرن لمدة ربع ساعة ماكسيموم. ميرسي ستيفاني، اليوم الوصفة طلعت فوالا. هيدي هي أول وصفة، وصفة سهلة. هون بدنا نذكر كمان إنه فينا نقدمها حيلا نوع من الخضار، على روكا، على لولا روسا، حيلا شيء نحن بنحبه أو مزيج كمان. هلا بدنا نحكي شوي ستيفاني على الصوص تبع هيدي الوصفة، اشتغلناها. هيدي صلصة طيبة كتير، اليوم عم نحكي كمان قطعوا المقادير، عم نحكي على عسل مع البلزاميك والزيت الزيتون بالإضافة لرشة من البهار الأبيض بهار الأسود والملح، مزجنا كل الخليط سوا وبدنا نقدم معه. بنجيب الشمندر كيف؟ خلينا ليلي ما بيعرفوا ما بيعرفوا يسلقوا شمندر، كيف بنعمل؟ الشمندر بدنا نسلقه، بدنا نغسله منيح، بدنا نرجع نوضعه بالطنجرة مع مي، وبدنا نحمي النار، مش بنحطه بمي سخنة، بنوضع الشمندر مع مي المسقعة وبنحمي النار. هلا الشمندر بده وقت كمان هون حسب الحجم. طنجرة ضغط فينا كمان. فينا، هيدا ايه. الشمندر ايه لأنه بده جرة غاز الشمندر. بقى فينا بضغط وفينا بعادي، بدنا نضيفه وقت على نار، بدنا نرجع نقشره ونطحنه بالمطحنه. نعم. يعني ما بدنا نوضع له شيء، من بعد ما نطحنه بيطلع هيك مثل ما هون عم بتشوفيه. هيدا الشمندر. شو بحب هيدا اللون. هيدا شمندر بدنا نضيف كمان بيروح بيلبق مع تيابك رانيا. هلا بعد شوي بدك تذوقي. بدنا نضيف ستيفاني 250 جرام لانه هيدي وصفة ما بعتنا المقادير، اليوم عم نحكي على كيلو او اقل شوي من الشمندر، احنا نزحنا شوي للديكوراسيون اشتغلنا فيهم، كيلو من الشمندر، بدنا نضيف 250 جرام من جبنة الفيلادلفيا او كمان فينا نستخدم الماسكربون او حيلا حتى شابر بيطلع طيب. كريم تشيز. اليوم استخدمنا الفيلادلفيا. بدنا نمزج تنأكد انه
بدنا نضيف اللوز 4 ملاعق كبار من البندق المحمص المطحون شوي او اللوز. اليوم احنا عم نشتغل باللوز بس فينا نستبدل بالبندق كمان. شهيتينا، هيدي وصفه طيبه. شو معقول الالوان؟ هيدي خرج نويل وفالنتان. صح، فوالا. نشتغلها بهالطريقه تنأكد انه الجبنه تماسكت مع الشمندر المطحون يلي قشرناه وطحناه. هون بدنا نذكر كمان انه الشمندر ضفنا له بهار اسود، بهار ابيض، نكهني رشه أكيد من الملح. لكن بنرجع بنذكر انه من بعد ما سلقنا الشمندر قشرناه طحناه، عم نشتغلها على رواق تنأكد انه الجبنه رح تتماسك. كثير مهم انه نشتغلها شوي شوي ستيفاني. هيدي مش نضيفهم كلهم سوا، لانه ما عم نشتغلها بهالطريقه. وبعدين بدنا نقول انه هيدي وصفه بتقدم مسقعه مش سخنه. اوكي، يعني اذا عندنا ناس على الغداء او على العشاء فينا نعبي الفيديو، نحضرهم ونعبيهم. لا، قبل بالنهار بنحضر الوصفه قبل ما نقدم من عبيون. وهون في بيبي روكا كمان، حطينا لها شويه ويل دونوازيت او ويل دامون او حالة نوع من الزيت. هلا يلي ما عنده ولا اماد ولا نوازيت فينا نستخدم زيت الزيتون العادي كمان. صح، بيطلع طيب. شفتي بدنا نشتغلها بهيدي الطريقه لعنا بعد شوي. لكن مزجنا الجبنه، بدنا نضيف اللوز كريم تشيز. بدك تضيف لي كلا؟ وي سيلتو بلي. رشه بعد رشه ستيفاني تتلاقيها اطيب. اوكي فوالا، هيدي هي وصفتنا، شمندر مطحون مع الجبنة مع اللوز المحمص أو البندق يلي طحناه مش كتير، يعني وقتها ناكل الفيرين. بعد منضيف نكزة ستيفاني عملها معروف. ثانك يو. فوالا، هو اللوز مع الشمندر والجبنة بيعطي طعم كتير طيب. بيعطي طيب كتير. مندوق ومنشوف إذا بدها ملح منحط ملح، بس حنزيد شوية ملح وبهار أبيض، رشة من الملح. هيدا شو هيك؟ نو هيدا فين قرب كمان. هلا بدنا نحط ملعقة كبيرة أو فينا نستخدم السيبولات أو حيلا نوع من أوريغانو إير دو بروفونس. بنحط رشة. أوكي فوالا. لكن مزجنا الشمندر مع الجبنة مع اللوز أو البندق، وهون ضفنا ملعقة كبيرة من كل شيء قاد معقول يكون عنا إياه بالبيت أو فينا. هلأ شو بدنا نعمل ستيفاني؟ بدنا نعبي أنا وبقى عنا ملاعق صغيرة، هنضطر نعبي بالغسيل. بالغسيل أفتكر بقى فوالا بهالطريقة. مثل كأنه شي ديسير بوزة أو سموذي. هيدي وصفة طيبة التيكة المسقعة ستيفاني. هلا بدنا كلينكس لأنه ملعقة كبيرة. نعبي وحدة قبل ما نوضع الروكا عليهم. حسي ما حطينا الروكا ورجعنا ضفنا الشمندر، حطينا الشمندر. لا، اجمل الروكا عليهم تما يدبلوا. ميرسي ستيفاني. صح فوالا. فوالا، هلا بدنا نضيف الروكا. هون ضفنا لها شوية زيت. الروكا ما بنحط عليها ملح لانه دغري بتدبل. صح، هيك بتطلع المي. فوالا، هيدي الطريقة. يا شو حلو المنظر.
الواحد بس يشوف هيك شيء بيشتهي دغري ويتهلسي. اشتهوا على بوزة بالريجي. هي أطيب من البوزة لأنه هيلثي أكثر. صح، هيدي وصفة طيبة سهلة. هلا بدنا نزينهم، فينا نزينهم بشوية اها انا قلت اكيد بدك تحطي شيء. فوالا هيدي وصفتنا ستيفاني، وصفه سهله طيبه. فينا نزين واو very nice. رح اقلبها هيك تتشوفوا. نرجع رش شوية وفينا نوقف هون يعني، بس بندق لوز وهون بالفرن. شو عم بيصير عنا؟ بفتكر خلصوا ولا بعد بدهم شي دقيقتين؟ اوكي دقيقتين لنشيلهم. اكسلنت، نحن رح ناخذ وقفة وبنرجع بنشوف المشاهدين بتيستينج. اوكي اتوت على تيستينج. والله بلشتي؟ ما انتبهت. في تيستينج لانيا دغري. باردون مش عم بسمع كثير لانه اوكي بنبلش دلال. بحب وقت دلال تنطر لتشوف تصير مركبة معنا. هولي شو سخنين بدون ايه تيسقعوا شوي. تيسقعوا شوي. انا رح اتوب هونين. هيدي المزيج الروكا مع الشمندر يلي شو لايت شو خفيفة والمكسرات طيبين محمصين بعدهم. هلا فينا نقدمهم بفارينات اصغر. لا نحن بدنا تلذذ ما فينا ويك اند. كثير طيبين دلال. صحتين. ما تنذكر انه عملنا شمندر سلقناه لوقت طويل، رجعنا قشرناه طحناه ضفنا له الجبنه، حيلا نوع من الجبنه اللي نحن بنحبها، ورجعنا ضفنا اللوز او البندق المحمص، ملعقه كبيره من حيلا نوع من الاوريجانو، او فينا ما نوضع يعني بس نوقف هون بهار سيبولات مثل ما قلت. فينا نحط سيبولات كمان، بهار ابيض وبهار اسود رشه من الملح، مزجنا كل الخليط سوا وجبنا الروكا. ضفنا ويل دونوازيت ويل دامون ويل دونوا او زيت الزيتون العادي اللي عندنا اياه بالبيت، مزجناهم سوا وقدمناهم بهيدي الطريقه، يعني حطينا شمندر ودقناهم عليهم ورانيا وستيفاني دقوا. الوصفه الثانيه هي كمان الاخديشوكي اللي سلقناه، يلي كمان مزجنا الجبنه، جبنه الماسكربون، فينا نضيف هون الانجاز او التفاح مع الكريم فريش صفار البيض، ما بدنا ننسى بهار الابيض وبهار الاسود رشه من الملح، مزجنا الخليط، حمينا الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، وكمان عبينا الارديشوكي وفينا مثل ما يلا اوكي، ووضعناهم بقلب الفرن لمده ربع ساعه، هلا هون حسب الفرن ستيفاني يعني فينا نزيدهم فينا هيدا فينا نحن نخلي قد ايش بدنا يستوي فينا يعني. قد ما بدنا يستوي اذا بدنا انه ينشفوا الجبنه او لا. صح وهيدي هي وصفتنا. ميرسي دلال اللي كثير كثير عم نتلذذ فيها صراحه. ايه صح. بنشوفك نكست ويك نهار الاربعاء نقلها.